بالشراكة مع مركز دبي المالية العالمية، أطلق بنك وربا النسخة الخامسة من برنامج رواد بهدف المساهمة في تحقيق إحدى أولويات البنك في صقل قدرات الكويتيين من الشباب الدارسين في المملكة المتحدة. بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، وقع بنك وربا اتفاقية إطلاق برنامج رواد 5 لتمكين الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة من اكتساب الخبرات العملية في القطاع المصرفي. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم استكملنا حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية ما بين بنك وربا ومركز دبي المالي العالمي. هذه الشراكة اللي أطلق برنامج وربا للعناية برنامج الرواد، وتم إطلاقه في عام 2016، اللي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب القيادية عبر إشراكهم في ورش فنية متخصصة تحت إشراف الخبراء والمختصين من قبل بنك وربا ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي. برنامج هذه السنة تم تصميمه بصورة مغايرة، فبدلا ما يكون متاح للطلبة الجامعيين الدارسين في دولة الكويت، فهذه السنة تم تخصيصا للطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة وتحديدا في السنة الثالثة والرابعة، وهي أول مرة تطلق هذه المبادرة على مستوى البنوك الكويتية. وجاء برنامج الشراكة الذي لاقى اهتماما إعلاميا كبيرا، التزاما من بنك وربا بالاهتمام بالمواهب الرقمية الكويتية الشبابية وتنميتها. يهدف برنامج الرواد إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب، ومدته 6 أسابيع اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر 2024، وسيتم قبول 25 طالب وطالبة، يتم تقسيمهم على 5 فرق، بحيث يتم منح كل فريق مجموعة من الأهداف والتحديات اللي يطلب منهم من أعضاء الفريق استخدام التفكير الإبداعي وكذلك منهجيات البحث العلمي، وأيضا إعداد الاستبيانات والدراسات السوقية والتحليلية بهدف تصميم منتجات وبرامج رقمية متخصصة. شراكة بنك وربا مع مركز دبي المالي العالمي تتيح طرح البرنامج على مستوى العالم لإيصال المشاركين من الشباب الكويتي إلى شبكة واسعة من الموارد والخبرات. صراحة اليوم الاتفاقية اللي وقعناها مع بنك وربا اتفاقية مهم جدا بالنسبة لنا، لأن نحن اشتغلنا مع كثير البنوك اللي موجودة في دولة الإمارات، بس الحمد لله هنا عندنا لدينا فرصة أن نشتغل مع بنك في الكويت. تركز الاتفاقية على استخدام تكنولوجيا في خدمات المالية. ويهدف برنامج رواد 5 إلى تعزيز فهم المشاركين لتحديات الأسواق وتطوير رؤاهم الخاصة. تعزيزا للريادة والابتكار في المشهد الرقمي، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين بنك وربا ومركز دبي المالي العالمي. لقناة الأخبار سالي الأسعد، دبي.